السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحلقة جديدة مع تمورة، ويا رب تعجبكم. المرة دي يا جماعة نلعب اخر ماب معانا، وهو الماب اللي انتوا شايفينه دوت. المرة اللي فاتت عملنا احلى شغل يا شباب، ويلا بينا مع الغار الشرير المرة دي. وتعالوا نشوف التراب هنعمل فيه ايه. التراب دوت اوكي، ويلا بينا نشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. يا ترى هم عايزين مننا ايه دلوقتي؟ اوكي ليتس جو. يلا يا شباب تعالوا بينا نصنع احلى فخ للجار العصبي الشرير. المرة دي يعتبر اخر ماب معانا، هنشوف هنعمل فيه ايه، ويلا بينا بسرعة. ها ها، بتعمل ايه يا جميل؟ ده الامور بيستحمى في البسين، ومعاه الامورة بتاعته يا ولد، بيوريها احلى قفزة. هنعرف دلوقتي المطلوب مننا حالا يا شباب. تمام. ها دي بتطلب منه الماستر كارد بتاعه، وشكله كده بخيل ومش عايز يديها حاجة، عايزة تعمل شوبينج يا شباب. فالمطلوب مننا احنا نعمل مكانها الشوبينج دوت، بس احنا هنشتري له حاجة حلوة هتعجبه جدا، نحطها له في البسين. يلا بينا، تعالوا بينا نطلع فوق نشوف. اكيد الماستر كي هيبقى في الغرف بتاعته، غرف النوم، فتعالوا بينا يلا نطلع فوق نشوف الامور بتاعنا دوت. اها الباب مفتوح، تعالوا نشوف الباب اللي ورا. ده هو هنا، خلي بالك يا تمورة، عشان ده هو ابن لذينة بيعمل جيم وعنده عضلات. بس انا طفل يا حبيبي لذيذ وامور، وهتشوفني دلوقتي وانا بعمل فيك احلى مقلب. يلا يا حبيبي انزل بقى وخليك جدع. يلا بقى انزل، خليني اخش جوه. اكيد طالما دخلت الجيم يبقى يا حلو يا امور. شايفينه؟ ما شافنيش. خش يا تمور من هنا بسرعة، اقفز. انا ما شافنيش. يلا يا تمورة ربنا يستر يا شباب. شافني وجاي ورايا ابن اللذينة، هينزلني تحت تاني. اوكي يا جميل، ايوه انزل لي تحت، انا عايزك تنزل. انزل لي يلا بسرعة انزل، انا مستنيك تحت. واتحكنا عليه. ايوه انزل. خرج بره يا شباب اهو زي ما انتم شايفين، وتعالوا بينا نخش بسرعة. الجيم الحلو الجميل اللي كان اكيد مخبلنا فيه حاجة، بس احنا مش هنخش الجيم، احنا هنخش الاوضة اللي جنب الجيم دي، هو اللي بيخرج منها على طول ينام فيها. اكيد شايل متعلقاته الشخصية هنا يا شباب. التلفزيون ده غريب، والمفتاح ده اغرب. تعالوا نشوف هلا الدرجة بت... الماستر كارد بتاعه يا شباب. تعالوا ناخد الرقم السري كمان، 65 92. خليكوا معايا 65 92، وناخد الماستر كارد بتاعه وننزل نشوف اللابتوب الحلو بتاعه فين، علشان يا شباب نقدر نشتري الحاجات الحلوه. خلوهم فجاه بقى يا شباب، اقول لكم نشتري ايه ونعمل فيه المقلب الجميل. تعالوا نخش، اكيد الغرفه دي برضو فيها حاجات مهمه، الغرف اللي تحت دي احنا نزلناهاش. شافني ده بيجري ورايا يا شباب. انا مش عارف هو فين، هيطلع لي مره. شو الغرفه دي؟ بسرعه. هنخش الغرفه الثانيه دي، دي طلعنا على بره. اوهو، طب هنعمل ايه؟ طب تعالوا نطلع تاني فوق يا شباب، بسرعه تموره. اوكي تعالوا نطلع تاني بسرعه. نخش الغرفه دي مثلا. يا ترى شايل هنا اللابتوب بتاعه؟ لا. طب هنا يا شباب،
اللابتوب بتاعه اهو اهو اهو. يلا بينا. اوكي احنا قلنا 65 92. اوكي انتر. نشتري اني حوت؟ خلينا في الحوت الصعب ده، ده حوت شرير دوت، عايزينه ياكله. ده قرش، القرش يا جماعه، القرش ده عايزينه بقى ايه ياكله هم. بينا. اهو الدليفري جالنا، ده ما يعرفش المصيبه اللي مستنياه. يلا بينا بسرعه 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 بسرعه، عايزين بقى حاجه كده نعمل. نزل، ده نازل، ده نازل يا شباب. انا هنزل وراك دلوقتي يا امور. هنا ده طالع طالع. لا 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 لا، دي حاجة غريبة كده. مش مهم مش مهم. بقى عايز يلعب يا جماعة في الجيم، يبقى طالع لي. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نخش. لا لا طمورة بسرعة، عايزين نخش الحمام ناخد شوية صابون كده ولا حاجة، نزحلقه على الأرض وهو بيستحمى. ايه رأيكوا؟ تيجي؟ تعالوا. التراب ده كده نعمل ايه هنا كده؟ نعرف نعدي. اطالع اطالع يا شباب اطالع. يلا يلا بسرعة يلا بسرعة تمورة. اقفز. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. سن ننزل تحت، هو طالع لنا هو طالع لنا يا شباب دلوقتي، احنا عايزين نخش تحت. حطيت التراب هنا مش مشكلة. دلوقتي عايزين نخش الأوضة. أيوة 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 أيوة، نخش الأوضة دي. يلا بينا. فيش هنا حمامات هنا يا جماعة؟ نخش هنا شوية. فيش حاجة هنا. طيب نخش الأوضة اللي هناك ديت يا شباب. تعالوا يمكن نلاقي فيها حمام. مفيش حمام. هنروح فين دلوقتي؟ انا عايز يا جماعه اخش اي غرفه فيها حمامات كده عشان اجيب منها شويه صابون. هنخش دي. تعالوا. اهي يا شباب، هنا حمام اكيد. حمام اهو. السمغ ولا الماده اللي بتلزق دي حلوه، نحطها في الميه الجميله. الله عليك يا تموره، اعمل لنا رغاوي حلوه وناخد ده كمان ونطلع بره بسرعه 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 بسرعه. خليكم مع تموره واتفز يا تموره. كويس كويس كويس، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه نرميها. شافني يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة. اوه ده مش هيسيبني مش هيسيبني مش هيسيبني، وقاعد يجري ورايا كتير. طيب انا هوريك، انت بوظ لي المقلب على اخر لحظه. اوكي اوكي اوكي. يا نهار ابيض، ما تتضايق مني. ماشي 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 براحتك، اجري ورايا يا ابن اللذينة. ماشي ماشي، تعالي بره هنا، تعالي هنا تتضرب تتحمى في بيتك. ماشي يلا مع السلامة، ورينا عرض قفاك. هروح بقى ادلق له المية ديت على البسين عشان يستحمى براحته، يتزحلق تقع تتكسر رقبته. يلا يا رب ما يشوف، يا رب ما يشوفني. خش يا تمورة بسرعة، خش يا تمورة بسرعة. هجوم هجوم يا شباب. يلا يلا يلا، الله عليك يا تمورة. احنا رايحين دلوقتي على البسين، خلاص قربنا نخلص، خلاص اهو خلاص اخر مرحلة. هتوحشني والله يا جار يا شرير، هتوحشني يا عسول انت. ايوه بيقول لك ارمي هنا السمغ والماده اللي بتزحلق دي، الصابون بالرغاوي بتاعته. اوكي بيقول لك ران بيفور نيبور كامز. يلا بينا نجري بسرعه قبل ما النيبور الشرير ده يجي. يلا بينا. انا خدت كمان الماستر كي بتاعه، الماستر كارد ولا ايه؟ الماستر كارد بتاعه خدتها. سرقتها منه. يلا بقى حلو انت يا حلو، روح روح بقى استحم، روح بقى خد لك غطس في البسين. ايوه يلا تعالى نتفرج عليه من هنا. يلا يا جميل. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى ايه اللي هيحصل دلوقتي يا شباب؟ يا ترى ايه اللي هيحصل يا شباب؟ نجحنا بالفخ.
مستي تزحلقت. اوه لا القرش اللي اشترينا راح تنقذوا راح تنقذوا. خدت لها زحليقه هي كمان. اوكي يا شباب ايه رايكم؟ اوكي هتوحشني يا جار يا شرير ونستمتع سوا يا شباب. ولو الفيديو عجبكم تنسوا تضغطوا شير لايك سبسكرايب مع تموره. هنتفرج على كل حاجه جديده مع بعض ومع السلامه. بتتكلم في الاخر كده خالص.